واحد بيقول ما هي طبيعة الصوم قبل مجيء الرب يسوع المسيح؟ كان في صيام في العهد القديم، والكتاب اتكلم عن الصوم في سفر يوئيل النبي، واتكلم عن صوم دانيال النبي، وعن صوم عزرا ونخمية، وبعض شهور كانت فيها أسواق. والصوم النباتي كان موجود من زمان، من أول ما اتخلق الإنسان كان نباتي، ما كانش بياكل الحيوان، ولم يسمح بأكل اللحوم إلا بعد خلق نوح في سفر التكوين الصح الصح. بعدين بيقول هل يجوز الصوم في هذه الأيام؟ لأن هناك كثيرون كثيرين يقولون لا يجوز. طبعا لا يجوز، أيام 50 مقدسة وفرسان.